اخر حديثنا كان فيها على split of the d orbital. The split of the d orbital بنقسم الى مجموعتين، مجموعه تريبلت ومجموعه دبلت. هذه المجموعه التريبلت اللي تمثل ايش؟ dxy dyz dxz. قبل هذا الحدث شو بيكون الان؟ for the free ion. free ion الخمسه كلها تم نفس المستوى، كلهم degenerate. هلا two sets of degeneracy، هذا one set، هذا other set. هلا ايش اللي بتأثر عماله؟ لاحظ الآن المتأثر، المتأثر هو دي اكس سكوير ماينس واي سكوير، تأثرت بشكل محدود. الدي زد سكوير تأثرت بشكل محدود، لأنه في compression والضغط along the دي زد سكوير، فتنخفض مستواها إلى الأسفل. هذه ترتفع بس ارتفاعها محدود قليل، فهذه الانخفاض تعوض. فانقسمت هذه الى singlet and singlet. تذكر كلمة singlet and singlet. singlet عن orbital واحد، singlet تاني orbital واحد، اذا كان B او كان A، الرمز تاعهم A and B. هلا الـ EG هذه هي اللي انقسمت، هي كتبناها. هلا في الالونجيشن العكس صحيح بيصير. ايش العكس؟ العكس الآن اللي هو دي زد سكوير ترتفع شيء بسيط، أما دي اكس سكوير ماينس واي سكوير تبقى في مكانها، سوري تنزل في الضغط في المستوى. هذا في الالونجيشن. هذا الآن مرة ثانية اللي يحدث معناته مباشرة على ايش؟ على الاكسيال ليجن. الاكواتوريال ليجن تتأثر لكن تأثرها محدود. لهذا السبب تركتهم أنا في نفس المستوى، ما غيرت المستوى لأنه التغير محدود. فإذا بدك تدرس هذا التغير انتبه. شو اللي نزل للأسفل هون؟ دي زد سكوير. شو اللي حينزل هون؟ اللي فيه هون دي فيها زد. دي اكس واي، دي اكس واي مش حتنزل. اكس زد حتنزل. واي زد حتنزل. معناته هون أنا تركتهم زي بعض كلياتهم لأنه هذا انخفاض شيء بسيط. ركز بس على النقطة هذه لأن هذا كل الأحداث على الأكسلين. هذا اسمه إيش مرة ثانية؟ تتراجنال. إيش يعني تتراجنال الحين؟ شو معنى كلمة تتراجنال؟ تتراجنال عبارة عن مجسم. هذا المجسم قاعدته سكوير، هذا القام مجسم قاعدة سكوير، الأبعاد للسكوير السفلي متساوية، أما الارتفاع فهو مختلف. أما الارتفاع فهو مختلف. فإذا خدت مثلاً نفترض هاي قاعدة، هاي الارتفاع، شو بيعني لك الآن elongation؟ الارتفاع زاد. شو بيعني لك الكمبريشن؟ انخفض. هذا هل معنى elongation؟ هذا أول نوع من الأنواع. إيش النوع الثاني الآن؟ النوع الثاني اسمه rhombic. rhombic distortion. إيش rhombic distortion؟ لاحظ الآن rhombic distortion. distortion بيحدث على إيه؟ على bond length. على bond length. هذا rhombic distortion. trigonal distortion على bond angle. بتبطل الزوايا هاي كلياتها 90 درجة. بالأصل كله 90. بتبطل 90. فالcomplex الآن بيجاوب معك بهذا الشكل إذا انضغط بأشكال مختلفة. إذا حصل عليه تغيرات بشكل مختلف. هلا في واحدة أخرى اسمها جان تيلر. جان تيلر. هذا الديستورشن الآن هو نون لينير كومبلكس. شو نون لينير؟ all complexes that are not linear. all complexes that are not linear. بحدث عليها هذول هذا النوع من الديستورشن. هذا النوع من الديستورشن محدد لمجموعة معينة. هذه المجموعة المعينة هي D9 زي حالة كوبر 2. هذا أكثر واحد بحدث عليه ديستورشن من هذا النوع. جنتلر. جنتلر الآن الأصل في الأيه في الأوكتاهيدرال أو في التتراهيدرال. التتراهيدرال E ثم T في التتراهيدرال. في الأوكتاهيدرال إيش؟ T2G ثم الEG. معكوسة هاي، انتبه عليها كثير مهمة، انتبه عليها. هذا بحدث عليه بشكل واضح. كيف الآن موزعة التسعة إلكترونات؟
تسعة الكترونات لحسابي خلاص شو كنت شو كنا نكتب الالكترونات اس بي دي هلا كاتبهم انا الدي اوربيتال فقط كاتب انا انه مقسوم هذا قسمين هاي تي 2 جي وهي اي جي تسعة الكترونات ستة موجودات في التي 2 جي والثلاثة موجودات وين في الاي جي يعني باقي فراغ واحد وفراغ واحد ايش بسمي هذا الفراغ هذا الفراغ بسميه الهول هذا بسميه الهول ذكرته سابقا هلا بتاخذ الان كمان واحد لو سبين الاس يعني لو سبين ذكرناها بالمحاضره الماضيه هاي لو سبين لو سبين دي 7 لو سبين دي 7 زي كوبالت نيكل اي واحد لو سبين دي 7 بس الدي 9 بعدين الدي 7 شو الفرق بينهم رقمين بس هذا لو سبين زي الكوبالت 2 والنيكل 2 والنيكل 3 تقول النيكل انا ما بعرف انه في 3 لا في نيكل 3 زي ما في حديد مشهور الحديد ايش الاوكسيديشن ستيت 2 and 3 لكن في up to 5 اوكسيديشن ستيت اكستريملي سترونج اوكسيدايزنج ايون اللي هو دي بيكون في الاوكسيديشن ستيت وصل لخمسة طبعا في اربعة اكيد هلا بعدين بيجي عند ايش هاي سبين اتش اس يعني هاي سبين دي 4 دي 4 لزيد كروميوم 2 بلس هذا هو الترتيب الالكتروني بتاعها شو بتلاحظ الان لاحظ انه هون في ثلاث الكترونات هون في الكترون وفي هون الكترون هذه اهم شيء بدي انتبه عليها حتى تنتبه على جانتلا معناته اول شيء الشرط الاساسي بتاعه نون لينير اذا كان لينير المولكيول لا هل الكابر في عنده مولكيولز الكومبلكس تاعه لينير نعم في لينير للنحاس وفي تتراهيدرون وفي اوكتاهيدرون في اشكال مختلفه للنحاس هذا الان بالنسبه لجانتلا هون الان ذكرت انا مباشره سؤال طلع الان كيف اطلع على هذا السؤال هذا بلخص اشياء كثيره هذا السؤال consider the following vanadium complex اول شيء بدنا نقرا اسم هذا المولكيول ايش اسمه هلا؟ بوتاسيوم اول نبدا ايش؟ بوتاسيوم خلصنا من كلمة بوتاسيوم اول شيء فانيديوم هل بيكون فانيديوم ولا فانيديت؟ هذا فانيديت بعدين قبل ما اسمي الفانيديت اقرا هيكسا كلورو هيكسا كلورو فانيديت تكتب لك ايش ستيت؟ تو لا مش تو فول ستة بلس فور 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 لأن هدول ستة ناقص ستة وفي مرة هون اثنين موجب هذا أربعة أربعة موجب هذا فهو فانيديت فور شو بصير اسم كامل بوتاسيوم هكسا كلورو فانيديت فور مش فانيديوم فانيديت فور هذا ثاني سمينا هلا هذا المولكيول تم استبداله وحصل عندي المركب التالي ادخل مكان تنتين كلور تنتين امونيا ايش بصير اسمه هلا يلا شوف بدك تسمي كلمه تحط كلمه الترانس بعدين بدك تذكر البوتاسيوم هلا بتقولش تو بوتاسيوم بتقول بس بوتاسيوم بعدين اسمي هاي ولا هاي امونيا الكلور شو اسميها كلور رو نيجاتيف دائما تسبق ايش نيوترون ايش تترا كلور بس لا مش بس داي امين هذه داي امين بعدين فانيديت فور فانيديت فور كلورايد هلا شو ادخل هون تو ليجنز ايش ده هذول التو ليجنز بفضلوا يروحوا اكسيال بروحوا اكثر مين بضل بالاكواتوريال اللي بضل بالاكواتوريال اربعة كلور وبيطلعوا هذول اكثر هلا طلع على هذا تم استبدال مجموعه اضافيه اخرى الى اخره بس هذا الاوكسيديشن ستيت تغير طلع على ايش هذا هذا مش بوتاسيوم هذا مش فانيديت هذا ايش هذا فانيديوم ترانس هاي كان قرار ترانس تتراكلورو
هايرين فانيديت مش فانيديت فانيديوم بعدين الاكسيديشن ستيت أربعة. ليش أربعة؟ لأن هاي أربعة سالب مقابلها. هذا بالنسبة للأسهم للمركبين. هدول المركبين الآن هذا ترانس وهذا ترانس. أنا أخذت الترانس هدول الاثنين تلقائياً أخذت الآن مستويات الطاقة. مستويات الطاقة. إيش بيمثل لك هذا؟ هاي الأكسيديشن هاي الفانيديوم والأكسيديشن ستيت أربعة. أربعة بلس. هاي مستويات الطاقة. أوربيتال 2 3 4 5 هدول الدي هدول قبل السبليت هدول بالفري ايون الفري ايون هاي الخمسه هلا كيف يكتب الاوربيتال يكتب الاوربيتال ايه دي 1 هنا في عندي دي اوربيتال وفي الكترون واحد هاي هدي 1 طب ايش هاي هذه النوتيشن هذه النوتيشن هلا بجي لك كمان شويه افسر كيف هذا النوتيشن هذه دبلت دي لا مش تو دبلت عشان هالتنين تو دي دبلت دي تقرأ دبلت دي هذه تقرأ ايش دي 1 هذه تمثل اوربيتال تمثل هذا الاوربيتال هذه هي الالكترونيك ستيت ايش بتمثل هاي التو هذه بتمثل سبين سبين كابلينج سبين سبين كابلينج او كلمة سبين spin interaction اثنين قرأنا الآن هذه فينا شو معناتها هلا قل لي دخل عليه الستة كلور هل هدول symmetrical نعم ليش symmetrical ستة كلور أربعة في الإكواتوريال بوزيشن اثنين في الأكسل بوزيشن الأكسل بوزيشن مملوء بكلور وكلور هدول متساوية والإكواتوريا كل واحدة ترانس بتاعها ذات الشيء بناته هذا الكومبلكس ما في عليه ديستورشن رتني مش عليه ديستورشن فهو سيمتريكال هلا كمان شو بعرف شو معنى كلمه سيمتريكال هذا الان دخل عليه في المولكيولز الثانيه اللي فيهم الترانس سواء الترانس الاول او الترانس الثاني شو حصل الان لما صار الترانس صار في سبليت شو السبليت بتاعي السبليت حدث على مره ثانيه على التي 2 جي تي 2 جي فيها الكترون والاي جي هلا قل لي في شيء هون انا كاتبه مش صحيح كم الكترون عندي انا واحد وينه هاي امحى اذا مكتوب عندك هاي امحاها امحى الواحد هذا على تمثل اكسايتد ستيت امحى هذا الواحد هلا مباشرة طبعا هذا صار في موجود في الأعلى هلا القسم أين القسم يكون طلع عليه شو القسم القسم هذا الاي جي إلى قسمين نتيجة إيش هاي نتيجة التراجنال ديستورشن هاي حدث هذا مباشرة هاي صار عندي هون اثنين هذول اللي هم دبلت قسموا إلى تو سينجلت إيش التو سينجلت الآن تو سينجلز الاعلى اللي هو دي زد سكوير و دي اكس سكوير ماينس واي سكوير للاسفل تمثيلهم الان باستخدام الكوانتم ميكانكس اي 1 جي بي 1 جي ال 1 هاي ال 1 هاي حكينا عنها قبل شويه هذه الحاله الاكسايتد ستيت انا كاتبها عشان اكسايتد ستيت بس عشان ما تتدخلش معاك الان كأنه هذا مش موجود فيه إلكترون وهذا مش موجود فيه إلكترون بقدر أشيلهم لأنه فيش عندي إلا إلكترون واحد هلا بدي أجي لك تريبلت شو اللي حينزل للأسفل حينقسمه دبلت وسنجلت شو اللي حينزل أنت ما شو اللي نزل هون دي إكس واي شو اللي حينزل هون اللي برضو دي إكس واي اللي نفسه إذا هدول يضلهم في نفس المكان هدول almost بيضلوا في نفس المكان تقريبا معناته نزول مباشرة إذا انتبهت أنا على هاي يعني أنا لو كتب لك مباشرة في امتحان قول لي شو النوتيشن تاع هاي أو هذه لأي orbital ومش كتب لك أنا هدول الorbitals فقط كتب لك هدول ومحي لك هدول وبقول لك علمني على إيش هم هدول
شوف كيف تنتبه. انتبه من فوق. انتبه من فوق. ايش انتبه من فوق؟ موجود الدي زد سكوير للاعلى. معناته فيهم دي اكس زد ودي واي زد هم للاعلى. فالان اصبح معناته هذه الاوربيتالز في السبليت للانسيمتريكال موليكيول. اي انسيمتريكال اللي هم ترانس. للسيس بصير لسه اشياء تانية. خلينا نركز بس على الترانس الان. وزع الكتروناتك. وين الالكترون بيروح؟ اي اوربيتال تتوقع يكون الالكترون موجود. في هاي الفانيديوم حكينا في الكترون هون واحد وهون في واحد. وين يكون الالكترون الواحد هون؟ هي بده يكون هون. وين بده يكون هون؟ قولي في اي اوربيتال. طلع عليه مباشر. كيف توزع الالكترونات من اسفل لاعلى؟ وزع الالكترون ايه؟ موجود الالكترون في دي اكس واي. انا بدي اكتبها مباشره هون في القلم على الشاشه مباشره حتى اميز وين هذا الالكترون. فالالكترون اصلا كان هون. اي واحد وين هون؟ سبليت سيمتريكال. ايوه هلا حطيته هون وحطيته هون كل واحد حطه في اي مكان. طب هون عشان ان سيمتريكال يكون في الاسفل. هذا هو الالكترون تاع هذا الالكترون تاعي هلا تاع مره ثانيه فانيد لانه في الكترون واحد لانه دي 1. هلا حجيها هاي انا كيف بتعرف تعرف السندر تيرم كلا. هلا اذا سالتك انا مباشره هون اي هون سيمتريكال فيلد سبليتنج اسيمتريكال تتراجل ديستورشن. قلت لك سؤال هل هذا يمثل لونجيشن؟ هل هذا يمثل لونجيشن ولا يمثل كومبريشن؟ طلع عليه لونجيشن. هذا يمثل لونجيشن بناء على حديث قبل شوي كنا نتكلم فيه. هذا يمثل لونجيشن. هلا طلع مثلا على مجموعه اسئله هاي هون عدد كلمات كنت أشرح فيها دبلت تريبلت ولا أخرجين سنجل سبيكتروسكوبيك تيرمز حكينا عنه. Would this asymmetric field splitting represent compression or elongation along the axial ammonia? قولي is it compression or elongation؟ قبل شوي شاهدنا ايه؟ طلع عليه؟ طلع قبل شوية نزلت الـ dx square minus y square تحت في الالونجيشن. نزلت هوني dxy نتريش هاي الالونجيشن. مرة تانية امحى كلمة compression حط الالونجيشن. هلا بدي اخذ انا مثالين واحل المثالين عشان افهم كيف بدي احلل الاشياء. طلع عليها بدي اخذ الان كوبالت 3 بلس. كوبالت 3 بلس. الكوبالت 3 بلس اتس دي 6. شو بتعني كلمه دي 6؟ انا في دي اوربيتال في 6 الكترونات عند الكوبالت 3 بلس. وزع الكتروناتك. بدي اكتبهم هون 1 2 3 4 5. وزع الالكتروناتك 1 2 3 4 5 هي 6. هي 6. انقسموا هذول الى 2 سيتس. وين التو سيتس؟ واحد اثنين ثلاثة اللي هي تي تو جي واحد اثنين اللي هي الاي جي. ايش التي تو جي تمثل؟ اكس
dxy dyz dxz. شو بمثلون اي جي دبلت دي اكس سكوير ماينس واي سكوير ودي زد سكوير. هذول وزع الكتروناتك. افترض انه هذا هاي سبين. شو يعني هاي سبين؟ وزع الان ستة شير. يلا شوف قل لي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هاي ستة الكترونات. ايش الفرق بين الاول والثاني؟ هذا يمثل فري كوبالت ايون. انا بدي اكتب هون كوبالت 3 بلس. شو اكتب هون؟ هون كومبلكس. بدي اكتب كوبالت ليجان ستة ليجان واحط بين قوسين واحط هون 3 بلس. ايش ال ال؟ اني ليجن امونيا ميه كلور شو ما تكون تكون، فحطيتها ناس از ليجن ال، فصار عندي مباشره هذا هل هو هاي سبين ولا لو سبين؟ ما عندي الان الانفيرد الكترونز، عندي الانفيرد الكترونز، عندي الانفيرد الكترونز 1 2 3 4. مين المسؤول عن المغناطيسيه؟ الاربعه. اعمل لي اياهم لو سبين، فهذه الان مره ثانيه اتس هاي سبين. اعمل لي اياهم لو سبين. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه نفس المستوى خمسه. هذول تي تو جي هذول اي جي. وزع ثاني سته. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. ايش هذا؟ لا ماجنتيك، انا مش برا ماجنتيك. هذا الان لو سبين، هذا هاي سبين، هذا لو سبين. هي وزعت الان هاي سبين لو سبين. قول الان توتال مالتيبلسيتي. تكتب هون كلمه توتال مالتيبلسيتي. شو التوتال مالتيبلسيتي؟ شو القانون بتاع الملتيبلسيتي؟ يعني سبين، يعني سبين سبين او سبين سبين كابلينج. ايش هو القانون؟ 2s بلس 1 ويساوي اول الاول. شو بده يكون الجواب؟ 4 5 2 2 ضرب 2 كم الكترون؟ 4 ضرب نص نص زائد 1 ويساوي هذا الان هاي سبين. خمسة. هاي هذا اثنين مرة ثانية. أربعة واحد خمسة. هاي نرجع. هلا مرة ثانية إيش هاي؟ الهاي سبين. الهاي سبين. لو سبين. زيرو. هذا نكتب هون هاي سبين. هاي طلع هيك. لو سبين. شو طلع الجواب؟ وان. بالضبط. توتال مالتيبلسيتي. توتال هلا ليش بكل بس ما بتفلسي بدي اقول توتال سبين صفر هون لا توتال سبين صفر سبين بحكي عن سبين مش مالتيبلسيتي انتبه على الكلمات سبين بتعد فقط السبين نص 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 اما تقول توتال مالتيبلسيتي بتطبق القانون انا لو سبين بيطلع معك واحد وهناك بيطلع معك خمسه هلا بدي اشوف انا مباشرة التوزيع الالكتروني او ال L value. ايش ال L value؟ هلا ناخذ الان ال L. ايش قيمة ال value هون small L تساوي زائد 2 زائد 1 0 ناقص 1 ناقص 2 هذه ال L. هلا بدي capital L. كابيتال ال خلصنا هاي كابيتال ال ايش كابيتال ال الساميشن مره ثانيه الساميشن ليش الساميشن الساميشن شنو كلها بس بنتبه هون في اثنين اثنين زائد واحد ثلاثه صفر
ناقص واحد ناقص اثنين وبرجع بعيد الثاني هون هو في اثنين هون فصار هون أربعة واحد خمسة نقص منهم ثلاثة ضل إيه تنين ضل إيه ضل تنين إيش التوم تاع تنين أكتب صار هون أكتب الآن تنين إيش التوم تاع تنين إذا كان الآن الأول إذا طلع زيرو فهو كابتل إس وإذا طلع واحد بي كابتل بي وإذا طلع اثنين دي إيش بيكون الآن التوم تاع هاي دي قل الآن راسل ساندر توم نوتيشن كامل يلا شوف للهاي سبين وين تكتب هاي هذه للهاي سبين مرة ثانية هذه هاي سبين لو سبين دي يلا شوف شو اكتب وين تقرأي الأول قراءة فنت دي سنجلت دي واضحة فكرة فهاي الطريقة اللي بنشوف نستخدمها إحنا مباشرة لعملية التوزيع الإلكتروني وزعت إلكتروني حسبت المالتيبلسيتي سبين مالتيبلسيتي حسبت الـ value نقلت الـ value من رقم إلى حرف إلى حرف طلع الحرف تاع إيش دي الآن عيد هذا الكلام مباشرة أنت أمامك لـ iron 3 iron 3 إيش الآن iron 3 الـ هذه بجمعهم جمع هون في الكترونين مخدين اثنين واثنين يعني مجموعهم قديش أربعة واحد خمسة شيل منهم ناقص واحد وشيل منهم ناقص اثنين واضحة هلا بدي اخذ الحين الحديد وطلع لي كله ساوندر توم لي ساوندر راسل توم لي حديد حديد ايه اف اي 3 بلس هذا عبارة عن دي 5 يلا جرب انت اشوف عشان انا اكتب بعدك انا بدي اكتب بناء على اللي بتحكوا لي اول خطوة انا اول خطوة ايش اول خطوة وزع الكتروناتك فبدي احط الان واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي خمسة وزع الان الكتروناتك زي ما انت بتعرفوا واحد 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 هدول فقط الدي انا بركز انا عايش على الدي الاس والكذا والجيومتري والكلام هذا كله يتنتابه طيب هلا شو بده يصير في هذا يلا بده يصير في الاوكتاهيدرال سبليت تي تو جي اي تي تو جي اي اي جي وزع الكتروناتك مثلا هاي سبين وزع الكتروناتك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي هاي سبين مين المسؤول عن المغناطيسية الخمسة الخمسة هم المسؤولين عن المغناطيسية كمل الآن هذه قل لي الآن نسبة للتوم أنا أكتب التوم أول خطوة اللي بالنسبة للتوم إيش أكتب S plus 1 أنا بدي أركز فقط أنا على هاي سبين 2S plus 1 يلا ويساوي 2 ضرب كم إلكترون هو فيه 5 ضرب نص زائد 1 ويساوي 6 هلا بدي L L value هلا بدي أكتب إيش مرة تانية كابتل L يساوي سيجما of small L سيجما اجمعهم هذا اثنين هذا اثنين هذا واحد هذا صفر هذا ناقص واحد هذا ناقص اثنين ويساوي صفر يعني اكتبهم كتابة
2 زائد 1 زائد 0 ناقص 1 ناقص 2 عشان للتوضيح ويساوي 0. قل لي التوم اللي يقابل 0. اس اس كابتل اس. وين احط الرقم؟ ايوه هلا اكتب هون، كتبت هون انا هذه الاثنين، اكتب لي اياها اذا كان في موجود عندي تي 2 جي واي جي. هلا بدي اكتب الان النوتيشن هذا بس باستخدام كتابه تي 2 جي واي جي. كم الكترون في تي 2 جي؟ تي 2 جي اي جي. اكم شو اكتب هون؟ ثلاث. وين اكتبها؟ هون ولا هون؟ هون. هاي الترتيب الالكتروني. ايش بيمثلوا هذول؟ دي 5. هذول مثلوا دي 5. فهذا هو الدي 5، هذا دي 5، هذا هو الترتيب. واضحة الفكرة كيف؟ هلا ايش بتمثل هاي؟ السكستت اس. هذه بتمثل الجراوند ستيت. مرتين الجراوند ستيت. هلا طبعا شو بدي اسوي؟ طلع شو بدي اسوي؟ صار على هذا اضاءة معينة. صار عملية اكسايتيشن. شو الاكسايتيشن؟ الكترون بخرج من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت. هذه تمثل الجراوند ستيت. هذه تمثل الجراوند ستيت. اعمل لي اياها اكسايتد ستيت واكتب لي اياها بهذا الشكل. هاي هذا مره ثانيه جراوند ستيت. هلا بدي احط هون مباشره دي اكسايتد ستيت. اكتب لي تي 2 جي واي جي. كم الكترون اكتب؟ 2. كم الكترون اكتب؟ 3. بدي احط هذه بين قوسين هيك واحط عليها ستار على اساس انها اكسايتد ستيت. اكسايتد ستيت. هل يتغير التيرم سمبل؟ نعم. تغير التيرم سمبل. تغير التيرم سمبل. التيرم سمبل بصير الان شيء جديد عندي بالنسبه لي. شو اللي بتغير فعليا؟ شو اللي بتغير؟ شو اللي بتتوقع تتغير؟ اهم شيء بتغير، اهم شيء بتغير السبين مالتيبلسيتي. اهم شيء بتغير السبين مالتيبلسيتي لانه صار في بيرنج اوف الكترون. صار في بيرنج اوف الكترون. اصبح الان مباشره هذا هو الحال. هذا الطريقه اللي بنرتب فيها. هلا بدي ارجع مباشره انا بس استعيد بعض المعلومات الاساسيه لقضيه A1G وT2G والEG والاخر. هلا في الكوانتم ميكانكس لما كنت توزع الكترونات كنت توزعهم ايش؟ اس بي دي. اس هذا الاس اوربيتال المشهور عنه كلياتهم انه عباره عن كره. هذا هو الاس اوربيتال. هاي اس اوربيتال. هاي النواه. هذا الاس اوربيتال. ايش الان اشاره الويف فانكشن في الداخل؟ بلس. الويف فانكشن هون موجبه. اعمل له الان روتيشن اباوت دي زد سكوير اكسس. شو دي زد سكوير اكسس؟ العمود. كره لفها كل ما تلفها شو بتلفها؟ تلفها بتضلها زي ما هي. شايف ايش بتاخذ تيرم؟ هذا هو مرة ثانية الاس اوربيتال في سبكتروسكوبي. في الكوانتم ميكانكس شو بيساوي هذا؟ الان هل هو سنجل لحاله؟ نعم هذا سنجل اوربيتال. فبياخذ الاشارة A. لأنك لفيته طبعا أو B. لأنك لفيته حول دي زد سكوير اكسس وضله زي ما هو، ضله زي ما هو، تلقائيا شو بيعني لي هذا؟ إنه هذا بياخذ A بياخذش B. ياخذش ايش؟ بي. فهي كتبت له ايه. هلا في كمان روتيشن. ايش النوتيشن الثانيه؟ روتيشن اباوت دي اكس واي
دي الاكس سوري والواي. اما الروتيشن يعني اقلبوا هاي مثلا نفترض هاي الاكس اكسس اقلبوا ضلوا زي ما هو. شو بياخذ الان الرقم لانه سيمتري ياخذ 1. على هذا الان خذ اي نقطه من نقاط هون يقابلها نقطه هون. ايش الان هذه النقطه بالنسبه لهذه النقطه؟ هذه النقطه عباره عن انفيرجن. شو انفيرجن؟ كانها صوره للنقطه السابقه. هذه النقطه للصوره السابقه معناته بياخذ a 1 g. صار هذا ايش الان؟ a 1 g. هلا بدي احكي كلمتين بس على السيمتري. سابقا الحديث في المولكيولز والتركيب الكيميائي كان يركز على البوند انرجي وانه الاستابيليتي مربوطه في البوند انرجي. مربوطه في ايش؟ في البوند انرجي. احكي على البوند انرجي. ايش الحراره؟ حراره الغرفه. هلا ايش البوند انرجي؟ البوند لا تثبت عليها انستابل البوند باي قيمه بالكيلو جول بير مول. اذا كانت قيمتها بمعدل 200 كيلو جول بير مول الباليكيول البوند هذه لا تثبت. ليش؟ لأن قيمة الطاقة الحرارية أكبر من هيك. فطوال الآن تقدرش تشكل بوند. هاي معناته بتقدرش تشكل بوند. إمتى بتقدر تشكل بوند؟ إذا كان البوند إنرجي عالي. خلينا أقول مثلاً هو ذكرت قبل شوي 200. 500 كيلو جول بير مول. 500 كيلو جول بير مول. ليش ذكرت أنا كلمة 500 كيلو جول؟ لأنها قريبة من البوند إنرجي للهيدروجين مع الأكسجين تاع الماء. هذاك 400 حوالي 50 58 تاع الماء البوند إنرجي. فذكرت الرقم 500. شو بتتوقع البوند إنرجي؟ عالي، أعلى من قوة إيش؟ ربط الهيدروجين بالأكسجين تاع الماء. وإحنا نعرف إن الماء إيش؟ مركب ثابت. ارفع درجة حرارته إلى 1000 تكسر الروابط. ما بتكسرها، بصير بخار بس ما بتكسر الروابط. بدك ترفع حرارته أكثر من هذا الرقم بكثير وباستخدام كاتاليست حتى تكسر الرابطة ما بين الهيدروجين والأكسجين بينفصلوا عن بعض. هذا بنسميه إيش؟ water splitting. You are splitting the water into hydrogen and oxygen. في الكهرباء بتسميه electrolysis. في الضوء بتسميه photolysis. لكن هو splitting، أنت بتعمل تكسر الرابطة. هذه الرابطة قوية. أي رابطة مرة ثانية؟ رابطة لما توصل فوق 300 خلينا أقول بتبدأ تقوى الروابط. الروابط الكربونية كربون كربون المبنية على كل الأورجانيك كربون هيدروجين هذا كلهم ضمن مرة ثانية 380 ل 420 يعني أضعف من إيش؟ أكسجين هيدروجين بوند. أقوى رابطة على الإطلاق، أقوى رابطة على الإطلاق اللي هي السيليكون مع الفلور توصل حدود 800. من ناحية الكيمياء كنا نركز على ايش الان؟ على قوة الرابطة. لكن في شيء آخر في الحياة مرة ثانية وذكرت هذا سابقا انه في شيء اسمه principle of science. كيف principle of science؟ principle of science بتسأل سؤال فلسفي كبير. ذكرت سؤالين فلسفيين مهمين. قلت سؤال فلسفي why things change؟ ليش الأشياء بتتغير؟ ليش الإنسان بيهرم؟ ليش الصخر بينحت؟ ليش بتصير تغيرات في الأشياء؟ Why things change؟ بعدين How fast things change؟ بطلع على حديد بصدي بعد سهن أو شهر أو سنة، بينما بطلع على الصوديوم لحظة بتفاعل مع الماء. هذاك تفاعل مع الماء وهذا تفاعل مع الماء. هذاك سريع هذاك بطيء إلى آخره. ليش الآن؟ الأول خلق علم كامل متكامل اسمه إيش؟ thermodynamics. دلتا H ودلتا G ودلتا S وجيبس فري إنرجي والكلام هذا كله. طب والتاني؟ تاني خلق الكاينتكس rate of reactions إلى آخره وقس على هذا الحديث. هلأ السؤال اللي بعده اللي هو جمال الطبيعة يدل إنه المولكيول يجب أن يكون كمان فيه له درجة من الجمال. كيف بتفسر علميا الجمال؟ بتفسر علميا الجمال بثلاث او اربع قواعد اساسيه. القواعد الاساسيه هذه اللي هي center of inversion.
center of inversion. اثنين plane of reflection, reflection plane. ثلاثة rotational axis, rotational axis. هذا الآن طبعاً مسبق حشرحه أنا بتفصيل كامل متكامل. لا إذا بتطبقوا على المولكيول, إذا بتطبقوا على المولكيول شو بيصير الآن؟ مولكيولر سيمتري. طبقوا على الأوربيتال شو بيصير اسمه؟ أوربيتال سيمتري. طبقوا على الكريستال, كريستال سيمتري. السيمتري عناصر السيمتري الثلاثة اللي حكيت عليهم وفي زيادة عليهم, بس هدول هم الرئيسيات الثلاثة. بهمون الثلاثة الآن في دراسة ليش؟ الأوربيتال, أوربيتال سيمتري. أول أوربيتال سيمتري أخذته للأس أوربيتال. هاي أخذت الأس أوربيتال. هذا الأس أوربيتال اللي أخذته مباشرة طلع معاي حسب قواعد السيمتري الثلاثة هدول اللي حطيتهم إنه في سنتر أوف سيمتري. إيش أخذ الآن؟ حرف الجي. ايش الجي؟ الجي كلمة ألمانية بالأساس وهي جريد. طب وإذا ما كان هيك؟ بتصير الآن يو. اون جريد نوت جريد. اون جريد يعني تاخذ حرف اليو. هذا بالنسبة لهذا الحرف. طب وبدل ال1 بده يصير تو. بده يصير ايش؟ تو. طيب قيس الآن بالنسبة للاي. إذا ما كان سيمتري أباوت روتيشن أباوت الزد أكسس, ايش بصير الان؟ بي. فمقابل هذا, هذا سيمتري الاول والثاني والثالث. الان سيمتري بي تو يو, يو تي بي يو. فاذا كان تي بي يو معناته ايش هذا؟ لا سيمتري وانت بتعمل له روتيشن, لا على زد اكس, زد اكسس ولا على الاكس اكسس ولا على الواي اكسس, ولا في سنتر اوف سيمتري, ولا في سنتر اوف سيمتري, بياخذ هذا. فهذا الان بالنسبه للاس اوربيتال هذا هو الحل. هلا بدي اخذ كمان نقطه. خذ مثلا لنفترض البي اوربيتال. ايش البي اوربيتال؟ هاي المحاور تاخذ محورين فقط, هاي هذا واحد, هاي هذا اثنين. حسب فهمك انت مباشره على الاكس اكسس. هاي كتبته أنا على الإكس أكسس. إيش بيعني لك هذا النقطة؟ إيش بتعني لك هذا النقطة؟ بالنسبة للويف فانكشن. هذا موجب. هذا سالب. طبق لي على القوانين اللي حكينا عنها قبل شوي. إذا أول شيء لأنه في ثلاثة منهم هدول على محور إكس ومحور واي ومحور زد. شو بياخذ النوتيشن الأول؟ تي. تي. هاي أخذ تي. هلا اعمل له روتيشن واعمل العمليات اللي حكينا عنها قبل شوي. ايش؟ 2 ولا 1؟ 1. بعدين يو تي 1 يو او تي 2 يو. ايش الفرق فيما بينهم؟ السيمتري اباوت الروتيشن. اي روتيشن الان اللي بياخذ 1 اند 2 اللي هو X and Y. هذا بالنسبة لهذا. وهي أكيد هذه مبين إنها هذه U. وهذا مبين إنه هذا تريبلت. هذا الآن T1U أو بياخذ T2U. مش ممكن يأخذ شيء آخر. مرة ثانية مش ممكن شيء يأخذ شيء آخر غير هذول. هذا بالنسبة مرة ثانية لإيش؟ للسيمتري. هذا جاء منين هذا الحديث؟ كله من حسابات الكوانتم ميكانيكس. ليش حسابات الكوانتم ميكانيكس مهمة؟ اتذكر الشيء البسيط اللي حكيت عنه شرودينجر إكويشن. بدك تفهم شو معناتها, شو معناها العملي, شو معناها الفيزيائي. قلت لك لما أنا بكتب كلمة straight line شو بتعني لك؟ خط مستقيم. لما بكتب أنا خط هيك شو بيعني لك؟ خط مستقيم. لما بكتب لك مثلا y is equal to mx plus c بتعني لك خط مستقيم. فهي أشياء مختلفة. باللغة حكيت خط مستقيم, وبالرسم حكيت خط مستقيم, وبمعادلة جبرية حطيت خط مستقيم. كلهم بدلوا خط مستقيم. مين بيفهم الأول؟ كل الناس. تحكي خط مستقيم كل الناس بيفهمها. أرسم خط. تلت أرباع الناس.
إذا مش كل الناس كمان فهموها. طب الثالثة ما بفهمها إلا فقط اللي بفهم جبل. اللي بفهم في جزء من الجبل وجزء من الهندسة إلى آخره. طب قس على هذا، هل الدائرة اللي الدائرة نفسها فيها قوانين وقواعد؟ نعم. هل سفير إلها قوانينها؟ نعم. سفير إيش السفير؟ اللي هي الكرة. هلا اخضع الدي او سوري الاس اوربيتال، تخضع لايش الان؟ لانه سفير، هذا مش دائره. مين اللي بيمثله كان دائره؟ بور. شرودينجر ما بيمثله كدائره، بيمثله كسفير. بقول لك بدك تحدد ابعاد هذه السفير، بدك الفور كوانتم نمبرز، بدك الاربع كوانتم نمبرز حتى تخيل شو الذره. افترض مباشره هذه هي النواه، هذه هي النواه، والشلة الأولى، الشلة الأولى اللي شل اللي فيها S orbit يحيط فيها، هاي كرة. بعدها شو فيه؟ 2S. وين ال 2S؟ هاي وراها كمان واحدة. إيش الفارق بينهم التنتين؟ فراغ، فراغ ما فيه ولا شيء. هلا بعدين بيجي إيش؟ P orbit برا، يعني حجمه لسه أكبر من الداخلية. هل الـ 1S حجماً يساوي 2S؟ لا. طب و 3S؟ أكبر لازال أكبر. عشان هيك بصير في إشي اسمه penetration، orbital penetration. شو الـ orbital penetration؟ يظهر orbital أقرب للنواة من الـ orbital اللي أخذ رقم أصغر. زي حالة إيش؟ مين تملأ أول؟ الـ 4S ولا 3D؟ الفور اس بتعبيها اول بالتعبئه، مش هيك؟ بتحبي فور اس بعدين بترجع بتعبي 3 دي. ليش؟ لانها اقرب للنواه، لانها عامله بينتريشن للدي اوربيتر. عامله بينتريشن، شو عامله بينتريشن؟ عامله اختراق لمناطق الدي اوربيتال، فهي تظهر اقرب الى النواه. هذا اسمه اوربيتال بينتريشن. قول لي شو بيعني لك اوربيتال اكسبانشن؟ توسع. حطيت ليجند دخلت الكترونات، وين دخلت الكترونات؟ على الدي اوربيتال. شو صار في الدي اوربيتال؟ كان اصلا فيش فيه الكترونات، كان شرنك لحاله صغير. هلا اخذ الكترونات بده يتضخم. شو بيعني لك هذا؟ بتعني لك انه هذه الداينامكس مستمره في داخل المولكيول سواء كان كومبلكس او عادي. فاصبح الان عندي ايه؟ المصطلحات هذه. هلا في شو اسمه النوتيشنز. النوتيشنز الان هو عباره عن راسل ساندر تيرم باستخدام الكوانتم ميكانكس، زي ما شاهدنا قبل شوي. هذا هو عباره عن سيكستت اس. بنا التوزيع الالكتروني، ايش توزيع الالكتروني؟ T2G3EG2، هاي التوزيع الالكتروني. هلا قل لي شو بكون قيمة هدول إذا أنا بدي أستخدم هدول مباشرة وأحطهم in terms في النوتيشنز. انتبه، بدي أخذ كل واحد على حدة وأحسب له M of L. هذا إيش الآن M of L بتاعته؟ وهذا M of L بتاعته إيش؟ وهذا إيش؟ هذا 2 وهذا 1 وهذا 0 وهذا الماينس 1 وهذا الماينس 2. يعني 2 الماينس طلعوا لفوق، هدول بالنسبة لإيش؟ للنوتيشنز. فأصبح الآن عندي مباشرة عدة أحداث وعدة أشياء تتم في داخل هذا الضرب. هي أخذنا الآن فكرة عامة مباشرة عن هذه الأحداث كلها. في المحاضرة القادمة هيكون حديثنا فيها عن